السلام عليكم، أنا يحيى رجب 9 أساسي 1. سأعرض عليكم اليوم تجربة عشتها مع أستاذة التربية الإنجليزية وبعض من تلاميذ 9 أساسي 2. لقد قمنا بتجميع التبرعات وقمنا بجولة على الدكاكين والسوق لاقتناء بعض المستلزمات الغذائية لنتبرع بها لفائدة الجمعية التي ستفرقها على الفقراء والمحتاجين. أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي. يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الاولاد فاش قاعدين نعملوا احنا تو؟ لا احنا قدام قدمنا نتبرع المحتاجين. ان شاء الله في ميزان حسناتكم، ان شاء الله كله باجر وثواب. ان شاء الله حملات جمع التبرعات وقضية رمضان بعد جمع التبرعات. محلام وليديتي محلام. يرتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام.